للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش السلمي. أهلا ومرحبا بك دكتور. كيف يساهم افتتاح الكاتدرائية اليوم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كحاضنة لمختلف الأديان؟ الصورة متوفرة، لكن هذه إحدى أكبر الدلائل على الصورة النمطية المعروفة عن مملكة البحرين. في الواقع بافتتاح الكاتدرائية اليوم نرسل رسالة إلى العالم بأكمله بأن البحرين في الحقيقة بلد التسامح، البحرين بلد الحريات الدينية بمختلف أشكالها، بمختلف مذاهبها وطائفها وأعراقها. ولذلك أعتقد بأن هذه الرسالة في الحقيقة تعكس تاريخ البحرين الأصيل. يعني هذا يوم تاريخي، قبل حوالي 81 عام شهدت البحرين افتتاح أول أو نشأة أول كنائس الكاثوليكية في المنطقة، وبالتالي طبعا اليوم بهذه افتتاح ليدي فاريجيا، طبعا اسم الكاثوليكية، هو في الحقيقة يعتبر يوم تاريخي هام جدا، لأنه له أبعاد تاريخية أولا، ثم له أبعاد أيضا مستقبلية. فهذه الكنيسة في الحقيقة تعتبر الأكبر، أنها تحتوي على أكثر من، يعني تستطيع أن تسع إلى حوالي 2300 شخص. المساحة اللي تكلم عنها في الحقيقة مساحة حوالي 95,000 قدم مربع، وبالتالي تعتبر الأكبر كمساحة، وسوف تكون طبعا قابلة طبعا للتوسع، لأن هناك في الحقيقة كثير من المساحات التي ممكن أن تتوسع من خلالها الكاتدرائية. في الواقع من المهم جدا أن نذكر بأن موقع البحرين التاريخي على خريطة التسامح الديني في العالم وحرية الأديان هام جدا بالنسبة لنا، وهناك ثوابت كثيرة في الحقيقة تدل على ذلك. وأهم هذه الثوابت في الواقع هو أن آل خليفة منذ أكثر من 200 عام بدأوا بهذا النفس الذي نعتبره في الحقيقة يعني فكر مستنير للتسامح وللترحيب بكل الأديان والمذاهب في العالم. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني هذا الافتتاح اليوم يعتبر أو يؤكد الحقيقة على أن سيادة الملك المفدى هو رجل حرية الأديان والتعايش السلمي، وطبعا بلا شك أنه ورث ذلك من أجداده من خلال طبعا تلك اللمسات الهامة جدا في التاريخ والقواعد التي أرسوها في أكثر من 200 سنة. نحن نتكلم هنا بالحقيقة عن ثوابت وواقع يعني في عام 1819 ميلادية تم تأسيس أو إنشاء أول معبد هندوسي في المنطقة، وظل الوحيد هذا المعبد لأكثر من 100 سنة في هذه المنطقة. طب الشيخ خالد، يعني أريد أن أسألك عن الأصداء وأثر افتتاح هذه الكاتدرائية اليوم على المجتمع المسيحي في منطقة الخليج بشكل عام، في منطقة الشرق الأوسط، تواجد المدبر الكرسي الرسولي، أيضا تواجد سفير بابا الفاتيكان اليوم في البحرين، ما الأثر الذي رصدتموه عند المجتمع المسيحي في منطقة الخليج والشرق الأوسط عن افتتاح الكنيسة الأكبر أو الكاتدرائية الأكبر في منطقة الخليج؟ في الواقع نحن في طبعا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي نرصد ذلك، ولدينا علاقات في الحقيقة يعني متينة مع كل المهتمين بهذا المجال، وخاصة عندما نتحدث عن التعايش السلمي وتتحدث عن حرية الأديان. فالصدى في الحقيقة لدينا الكثير من المراسلات ولدينا اتصالات. للعلم كان لدينا مؤتمر دولي عالمي يوم أول أمس، وهذا المؤتمر في الحقيقة مؤتمر التعليم من أجل
التسامح او التحايل السلمي، تعليم من اجل السلام. نعم، ولذلك يعني هؤلاء في الحقيقه جميعهم اساتذه جامعات وجامعات مرموقه جدا عالميه، وكان هناك ترحيب يعني لا مثيل له من قبل هؤلاء. وبالفعل كان هناك لقاء بيننا وبين يعني بيننا كمركز وهؤلاء الباحثين الذين شاركوا في المؤتمر، وبين طبعا الوفد الذي اتى من الفاتيكان لزياره او لافتتاح الكاتدراليه. فالصدى في الحقيقه صدى عالمي، يعني كل وكالات الانباء العالميه في الحقيقه تشيد بهذا. ويكفي ان نعرف انه الان وضعنا لبنه جديده في تاريخ العلاقات العربيه المسلمه بالعالم الاوروبي الغربي. نعم. المسيحي. نعم، شكرا. في الحقيقه لبنه هامه جدا. نعم. في هذا تاريخيا. شكرا جزيلا لك الدكتور الشيخ خالد بن خليفه الخليفه، رئيس مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.